ما قراءة الفولتية المبينة على العداد؟ سهل بهم الناس، شو يعني كلمة الفولتية؟ بجوز واحد يعلق الفولتية ويعلق راسه، خلاص عدها اقرا لي. تمام. 80 شحطتين، هي بعد 80 ولا 3؟ بعرفش، لا هم طلعي يا بنتي 4، كويس، أنا مش شايفة والله. طلعي كيف العداد شغال. شحطة عبارة عن 20، هو النص يعني. وماشي عكس عقارب الساعة، فكرة ديري بالك. صحيح صحيح. هاي 10 20 30 40 50 60 واحد 2 70 3، ايوه. واحد 2 3 4 5، يعني كل خطوة باثنين، يعني هي كل خطوة 2. 76 مو 20. نعم 72 74 76 76 76 سهل صح ولا لا؟ سهلة. مرات الواحد بيقرا باليسار، دائما احنا متعودين هيك نمشي مع عقارب الساعه، بتخبط بعدين. انا بالاول هيك سويت. ما هو انت بدك تطلعي كيف العد شغال.